أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج PowerPoint. في المحاضرة السابقة كملنا هذه الشريحة الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وفي هذه المحاضرة راح نعمل شريحة جديدة خاصة بإحصاءات. طبعا من الصفحة الرئيسية شريحة جديدة، نختار فارغ، راح نضيف شكل مستطيل بهذه المساحة بهذا الشكل، وطبعا راح نضيف شكل دائري مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة. نضغط على المفتاح Shift حتى تكون دائرة كاملة، وراح يكون ارتفاع الدائرة بنفس ارتفاع المستطيل بهذا الشكل. جيد، الآن راح نحدد الشكلين، ومن تنسيق بالمخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الشكلين راح نحددهم، وطبعا نضغط كليك ايمن ونختار تجميع. ممتاز، جيد، الان راح نوسط الشكل بهذه الطريقة، وراح نحدد الشكل المجمع، ومن تنسيق من تعبئة الشكل طبعا عندنا هنا الوان وعندنا هنا صورة، اي ان نقدر نعبي الشكل بالصورة. طبعا نضغط على هذا الخيار ونحدد الصورة. جيد، الان راح نصنع الإحصاءات. طبعا نضع في هذه المنطقة خط، وطبعا الخط هذا راح يكون باللون الأصفر الداكن، وأيضا طبعا نزود الوزن بهذه الطريقة، وممكن أن نضيف خط بهذه المنطقة. طيب ممكن أن هذا الخط يكون إلى اليمين، وأيضا هذا الخط بحيث تتوزع عندنا المساحات. طبعا ممكن هذا الخط يتوزع إلى اليمين، وهذا الخط أيضا إلى اليمين. ممتاز، الآن من إدراج مربع نص راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة، وراح نضيف أرقام عشوائية، يعني مو أرقام حقيقية، فقط لإيضاح الفكرة. مثلا 7800، طبعا نحدد الأرقام ونغير لونهن إلى الأبيض، وطبعا نكبر الحجم بهذه الطريقة. ممكن بهذا المكان طبعا نستنسخ الأرقام بهذه الطريقة، مثلا 5730، 120. طبعا ممكن انه نختار توسيط للجميع، طبعا حتى تكون الارقام بالوسط. ممتاز جدا، الان راح نضيف مربعات النص، نكتب مثلا حالة اصابة، طبعا ممكن يكون باللون الابيض، ممكن يكون باللون الاحمر، او ممكن يكون باللون الاصفر. نغير الفونت الى الفونت المستخدم في جميع الشرائح، طبعا ممكن تكون بهذا الشكل، طبعا ممكن نكبر بهذه الطريقة، ونستنسخ حالة شفاء وهنا حالة وفاة. ممكن هذه إحصاءات بسيطة، ممكن نستخدم هنا هذا الشكل مع النص، طبعا ممكن نحددهم اثنيناتهم، طبعا كنترول سي، وفي هذه المنطقة كنترول في. طبعا ممكن نغير، نحذف النص ونكتب إحصاءات، ممكن نخلي النص بهذا المكان، طبعا ممكن تكون باللون الأسود، أو ممكن تكون باللون الأحمر، وأيضا طبعا المخطط للخط يكون بنفس اللون. طبعا ممكن نضيف مربع نص صغير في هذه المنطقة، ونكتب مثلا هذه الإحصاءات. طبعا أيضا ممكن نختار الفونت اللي هو GEST، وطبعا ممكن نصغر الفونت، راح تكون بهذه المنطقة. طبعا راح نحدد كل
لهذه الأجزاء وراح ننزلها إلى الأسفل في هذه المنطقة. طبعا ممكن نستنسخ هذا الفونت. الإحصاءات الدقيقة الخاصة بفيروس كورونا في العراق، طبعا ممكن نعدل النص، وممكن انه هذا النص يكون بنفس اللون. طبعا ممكن انه نصغر اكثر. اكملنا الشريحة الخاصة بالإحصاءات، وان شاء الله سنكمل الشريحة الأخيرة في المحاضرة القادمة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.